الدخله ديال الدار. هنا كاين سموكيتشن صغيره ولكن مرتبه. من تما كاين الثلاجه، كاين كل شيء. مشينا دابا هاد الديه تاخرنا، تيكون عندها سناكس في الدار. هنا كاين هاد الصالون، هنا تما تي في، هاد الدار. هنا كاين شومبر. صديقكم كل مره كيفاش، ولكن بغي هنايا نشوف الديور ديالهم كي دايرين، الاي بي ديالهم كي دايرين. دونك صراحه مزيون نقي، وفاش جينا دخلنا الباكاج ديالنا ولقيناها باقا كتنقي في الدار، وخلطنا عطاتنا المفتاح ومشينا درنايا هذيك وكل شيء. دابا عاد رجعنا صافي، لقيناها صالات الدار نقاطه نقيه نقيه بزاف، وكان مسكت بزاف. واخا دابا حنا في السونتر فيل ورا لتحت الفوضى والروينة صداع والناس مجموعين، وحيت كاينة دابا قرابين تما حدانا والسونتر فيل يعني قريب بزاف، ولكن في الدار ما كتسمع حتى شي حاجة، سكات الكار. سو 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 هابي، this is the best gift محمد عمل لي on my birthday. هادشي اللي كاين، فرحانة متوقعة. دابا جينا نرتاحو شوية ونشوفو شنو غادي نديرو من بعد معانا باش تكملو النهار معانا. حبايبي، من بين أفضل الأماكن اللي في مدريد وكنت باغا نزورها هي بارك دي ريتيرو. جا في قلب مدريد، مساحة ديالو 120 هكتار، مكان جميل بزاف للاسترخاء، وفيها كذلك لولاك اللي يمكن لك تكري فيه الباتو لمدة 45 دقيقة بستة يورو. المكان روعة جدا. بما أن هذا البارك كبير بزاف ويمكن يأخذ لكم 5 ساعات باش تزوروه كامل وتشوفوا الأماكن ديالو كاملة وتمتعوا بها، فأنا اللي لاحظت أن بزاف الناس كيكريو دي بيسيكلات باش هكا كيسهلوا عليهم باش يزوروا البارك كامل. وفي داخل هاد الحديقة كاين بزاف ديال المعالم، وفيها كذلك بزاف ديال المطاعم صغيرة، وصراحة ذات مناظر طبيعية وأجواء خلابة، وفيها بزاف ديال النوافر كذلك والتماثيل متنوعة منحوتة بدقة فائقة، والدخول كذلك مجاني. أنا كنصح أي واحد بغى يزور مدريد يمشي لبارك دي ريتيرو. حنا كنتمشاو وكنحاولو نوصلو لولاك. حلوين حلوين.
احنا وصلنا البارك، ناس كيديروا تور حتى في الباتو في الحوت. رسمي فيش درو ماشين جهة اخرى، شوفوا واش نقدروا نديروا حتى حنا البولت. حنا نديروا الباتو المسكيت شمسو هنا ما كايناش، يعني حنا بحر دونك الجو مزيون، الناس جالسين يحطوا فيتامين دي. نعملوا الباتو، شوفوا اللاين حتى لاش واصله، يعني خدنا وقيلا شي جوج ساعات باش عاد نقدروا ندخلوا. حنا عاملين مع صاحبي محمد غادي نتلاقاو مع 8 so there's another line. هذا عنده ريزرفيشن. It's impossible. مره ثانيه. Yeah yeah. No problem. مرة أخرى نرجع نعملوها صراحة مزيون بزاف. هذه هي لونتخي برينسيبال ديال لو بارك، شوفوا شحال زوينة، شوفوا لهي داك الشجر كيف مرتبين كيف مصاوبين. واو yo que siempre veía me olvidé de
جينا من البارك جينا المترو باش غنمشيو للريستورون نتلاقى صاحبي محمد. سالينا العشاء دابا ودابا لقيتونا حدا المترو باش نمشيو للدار. صراحه عييت نهار كامل ديال الدوران الماكله كانت لذيذه 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 وصافي. حنا دابا ماشيين للدار بزاف مرتاحو دونك في العشيه اليوم مي رجعنا للدار بدلنا علينا وهذا حسينا براسنا صافي. محمد نعاس وانا بدا كيجيني النعاس بقيت كنقول جلس بقى فايقه بقى فايقه حيت الا مشيت نعاس انا راه ما نقدرش نوض ماشي بحالو هو يقدر يعمل ديك لاسيست شويه هكا ساعه نص ساعه وينوض انا لا. دونك انا بقيت فايقه ودابا دابا حسيت براسي في المطعم صافي ميكليت الترخيت بغيت غير نعاس دابا صافي. نمشيو دابا صافي نمشيو للدار ونرتاحوا باش غدا ان شاء الله نوض بكري وعاود نشوفوا فين نمشي وشنو نعملوا. يلا شكرا على هذا النهار ودوزتوا معايا وكنتونس بكم كنتونس بكم انا ماشي وانا كنصور وكنهضر معكم بحال رانتوما معايا. شكرا تفرجوا في هذا الفيديو شكرا بزاف. والناس اللي جدادين باقي ما كيعرفونيش ما كيعرفوش القناه ديالي مرحبا بكم تنتوما و صافي خليكم مع غدا ان شاء الله. تصبحوا على خير.